حضرت العصر كله. ها؟ اي حر. شلون شلون مسكر و فكه فكه. طاهر يس زين، ما في جبيب. تكفى. ما في بيبسي. الشباب اللي تحت ما عند انت؟ والله ما عندي. يوم تصفي ايه نجفتم نضحهم كلهم من قرار بتضع شطة. أحد منا قام ذا اليوم العصر؟ والله ما في. بلى، صلاة ولا قصدك فيها؟ الصلاة. الصلاة واجد اللي قام. لعبت بالخيانة. نبيعك بريال. ها؟ نبيعك بريال. الله يكفي. جلبت يا خروجيكم يا عند الأكل؟ لا صديقي لا خوي لا. اذا انت وكلت وانا كني معك. تدو خلاص اكلنا احنا يلا قم. شوف بشوف وش انت وامك. شوف الله كفو يا ابو هتان. كيف كفو؟ رجال والرجال قليل يا ابو. رجال والرجال جمعت رجلا ورجال قليل. اي شيء يجي منك يا اخي ايش فيه اليوم؟ كلام حلو. فيك؟ ها؟ فيك اليوم؟ تمدح فيني ايش عندك؟ اليوم نازل علي الوحدة. والله يا عيال ما عاد فيني حيل. هلا. طيب خلاص وصلت ما عاد
مواصل مواصل صدمة عصرية مواصل شبه مواصل انت قدها انت قدها يا اي 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 ها ها حي عينه عطني شطة شوي خلاص شوف دشيت البث من الساعة 4 حاول انك تواصل لين الفجر نعم شو تسوي؟ يعني مواصل طول المدة اللي ما في بث يوم جاء البث نمت ما يصير ما يصير يا ابو هتان ما يصير صح ولا؟ صح جاي مدى منك مواصل ليه ما قعدتنا عصر الله عليك؟ والله قدها؟ اي قدها ليه مو قدها؟ قدها؟ ايه طيب خلينا نخلص هذا تفهم معك صحيح هو انا تعبان اليوم مين اللي صحي فيني العصر؟ مين صحى وانا صحيكم العصر؟ انا ما وعيت انا قمت فتح الغرف كلها اسف يعني قعدت انا من الصدمه طلعت لكم على طول صحيتكم صحيتي وصحيت سعد انا الظاهر قمت سعد ما قمت شوف والله اني انا اليوم تعبان حتى صوتي رايح ومسخن وفيني قحه واني اسحب اصبع رجلك الكبير العصر والله مين اصبع رجلك الكبير بينك وبينه مشكلة يعني؟ لا بس كذا قهرني لقيت كذا طالع وانا اسحبه. قريبه يعني. خلى وجهي راح الاسبوع. وجهك كان مغطي كنت مغطيه انت. انا ما غطي وجهي ولا نايم. والله مغطي. والله مغطي. هذا لانه ما قعدنا. والله مغطي نايم على يسارك بعد. حاط يدك اليمين كذا من فوقك. اي من تحت مخده. ها؟ كذا انت مسوي زي كذا يدك اليسار من تحت. ايوه. ويدك اليمين كذا من فوق. أقول أنا قطي وجهي وجهك في الجدر وجه وين؟ في الجدر شنو الجدر؟ يعني في الجدار 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 أول مرة أسمعها يعني في الجدار كلمة جديدة 70 يوم ما سمعتها سبحان الله يا جان شد عضلي مخرج يعلمني الرقصة على الأرض الجنوبية يلا هذه العصريتك ابرك العصريات كلها فوق التعب كلها علمك لعبة هو متعب الحالة اللعبة كانت فيني حرة تدري كيف طلعتها؟ فيني حرة حرة مستحي من مخلد قلت مخلد ايش رايك؟ بنلعب العلبة حقة الموية واللي يجيبها يصفق يلا ما جابها هلا والله جابها بس بقني راسي من هنا بس انا اكثر واحد جبتها فقعت وجهه لعبت فيه لعب الحمد لله راحت الحرب بعد ما خلاص طب اللعب قلت خلاص بطلنا من اللي فاز؟ عبد العزيز و قد شفت في احد فايز يتخصص صدمه؟ انا امس تمام قبل امس اقسم بالله ليه؟ فزناك على قال لك كم صدمة ليه قال لك كم صدمة وكله قبل 500 يلا ليش فايزين احنا ما في طعم للفوز سلام هلا ابو محمد مرحبا لك ها يعطيكم العافية يا شباب ايش رايك في كلمتي الجديدة مرحبا لي والله ايوه هلا بالتريللي صحة الدنيا تقلدي انا ما اقول قصيده انا تعال يا محمد احنا كذا متقبلين على البلوت ابو محمد دبات ال ارحب دبات الخمسينيين دبات وشو؟ اقعد انت ساكت لها بس شط الحين كيف تتعلقون؟ هاي يلا يا عين ابو ولدي عين باك شو بسعدت؟ ايش تبي بس؟ مسك الجو كل اخويا ما قعدنا ما قصر الرجال سود الله وجه العدو انا اقترح اقتراح اللي بيقعدني ايوه يروح يقعد سعد يخلي سعد يجي قاعد بعدين يرجع سعد بكيف بعدين عاد يرجع سعد ينام هذا مو صحيح منه هذا مراجعه في دائره حكوميه
صراحه، لاني اتوقع اني اتوقع اني ما راح تقوم الا لسعد. ما راح اقوم الا لسعد والله، اني انا قريب من ايمن. والله يولد ما عليكم سبحان الله، في سر يعني من الصوت انا اذل منه وقوم. اتفقني على كلوتي وانا صحيح، تدري مسكت رجلك كذا وقمت صحيح وسوى زي السيكل. ما هو في عقاب رجله؟ ايه ما يدري، ايه مسكت رجلك كذا بوف زي السيكل. ما يدري ما يدري، لا زعلان الحمد لله رب العالمين. ابو سعد مع ضيف اسراك راح يدخل مع الباب. ايه يبغيكم، ايه احتريكم والله احتريكم. شو تبغى هذا؟ راح اشوف العيال وينهم اللي تغدوا وسبعين النوم يروحون. شقنا شف فيها ذبحنا يا هبل الله الله امشي. ما احب اشوف قاعد اصحى ليه صحيح؟ كنا نجد صاروا ليه؟ كهرب نجد صاروا صغير وكنا نجد صاروا يا رب. هي تكلمين هي ثانيه؟ اي يلا لا لا يسار شوفه وحط ال بس حط ضمد هني كان مضيع. مش السبب يا سعد؟ ايخ الله ها؟ طايح انت عليك؟ لا يبي طايح علي. قطات شيبان حلوه. قطه يا شايب. يا بطني بطني. وه بس. من الدولاب يا ابو ها؟ دويدي البحث. ايه شفت يوم صفقت كف. من دخل يدري طلعها الدم. اي والله قطعت ملابس تقطعت. اي قطعت ملابس هني وطر طر طر كل ما مر طر طر. شوف. وين؟ ما في شيء. ما ايوه. تذكرون هذا سبيستون لو وقف. هذه القناة كذا كانت القناة السعودية زي كذا. طام مو دعوة جو أقسم بالله لعبت على شيء. ترى أنت حوالي شيك بس عطك أبو أبو روح طام مغطى يردتي على من مغطى ليس ما بدأ طول هالفترة دعاية غرير لا عليكم أنا جايكم من بلغك. شوف شطفني. ها؟ إذا انتفضت زي كذا وجدت قشعريرة هذا شطفك جني. صح؟ إي والله. إي والله. أخويا ما في مرة شطفني. والله أنا شطفني إذا تلميت شطفني. تقول لي يا ولد إي إي. يوم شو اسمه؟ البرايم. تجيني. طول الوقت يحسبوني قاعد أرقص. والوقت برايم و. فاهمنا فاهمنا. واضحة واضحة صريحة. أنا استأذنت من أبو سعد. لا. إذنك معك. هم؟ إذنك خلنا نشوفه. معك. شنو؟ باقي الثاني. هم؟ وجد. أيوه. أوه تعب. يوم قام من الساعة ثلاثة. بس كله تعبان منه. هم يلقوا ساعة ثانية. الله. خلنا تروش بعد الفقرة. أنا ودي تروش بس. أحس ودي تروش. بعمل له. وما بيربط يقعد شلون؟ كلها. تدرون من الحمام اللي فوق السخان. واعم. ما يسخن. الحمام اللي فوق. تدرون إن الله ساتر علينا ولا السخان دي. يا حياة موت. إيه.
لو ينزل الكهرب مع المويه على طول تهدي وليت لا لا يمدي والله ما يمدي انا تقرب والله خلي استفيد منك شيء ما اقدر ابك والله العظيم كهرب من الصح اول الدفتر حقك كان انتظار فيه انا مخلد ما اقدر بشام قلب شفت السخان قلبه خربان خذ لنا يمكن يومين يكهربنا الماء لكن كهرباء بسيطه بسيطه كهرباء بسيطه يعني تجي تحس فيها اشتغل علي وانا قاعد اتروش لذعت الحين احيانا المغاسل يمسك بتغسل يدك ما يردعك المويه ايوه هي اقوى منها لا السخان لا مو اقوى من نفسها اقسم بالله نفسها انا مجربها ترى شنو القلب يخرب تدرون الدينامو يا عيال عرفت الدينامو يا جماعه كل ده هو يهبط لعبه جاهز هي تهتز اعوذ بالله ما له طعم خلاص السخان يا الدينامو الدينامو قوي تخيل انه اللي دع واحد عارفه كيدو كهرب كهرب قوي انه تقل فقد الذاكره زي كيدو ثقل لسانه لا الدينمو الشاي بالله يعطيه العافية أي شيء يخرب في البيت ما يشتغل إلا هو أنا اللي أبغى أشتغل يا أبا بنجي مع عمال لا عندنا دينمو عاقبنا في عندنا بيت في بيشة والله خليني أنت من تعال ومروح مسوى قاعد يسوى أدري إيش كل بالزال الزرادية اللي معه مساكها على لا هلا مرحبا ابو سعد تودي هنا؟ لا والله تود ولا رحت ابو سعد؟ ما في لا اكتبوا لنا قبل شيء هنا نسمع رحت عند نسمع سمعت؟ طيب تعال امسك ال ايش اسمه؟ يحملون الاسلاك ما يزند ما شاء الله يبغى يسويها علشان يشبكها في الفيش سعد مسك الدام اضغطها الكهرب يوم مفضى مسكه الكهرب مسكه طيب شفت اللي انعكف كذا ايوه كذا ايوه لو ماني بنى حوله بعد الله حتى اذا انت مسكته تلذ انت لا في خشبه شيء في دي خشبه في الارض اخوي عبد الله اخوي